البيت الأبيض يدين نشر مقاطع فيديو معدلة للرئيس الأمريكي تظهره في حالة سيئة. الناطقة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير قالت إنه تم الاقتصاص من هذه الفيديوهات والتلاعب فيها لمهاجمة الرئيس جو بايدن وزعم تدهور صحته العقلية والجسدية. كارين أكدت أن تداول هذه الفيديوهات يظهر مدى يأس الجمهوريين. Yeah, I think you all have called this the cheap fakes video, and that's exactly what they are. They are cheap fakes video. They are done in bad faith. هذه التصريحات جاءت رداً على أحد المقاطع التي ظهر فيها الديمقراطي البالغ 81 عاماً وكأنه شارد الذهن ومرتبك، وهو يشاهد عرضاً للقفز بالمظلات مع قادة آخرين من دول مجموعة السبع خلال قمة الأسبوع الماضي في إيطاليا. وكذلك فيديو آخر ظهر فيه بايدن وهو يبدو تائهاً على المسرح قبل أن يمسك الرئيس السابق باراك أوباما معصمه ويوجهه نحو المخرج خلال إحدى حملاته الرئاسية. فيما أكد المتحدث باسم البيت الأبيض أندرو بيتس أن الرئيس الأمريكي بقي على المسرح ليستمتع باحتفاء أنصاره به.